يا اخواني ما نخلوهمش يبقوا يستغفلوا فينا بعد طول هذه الفتره، يشنوا في حمله عبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب. انا شخصيا لا اهتم، اقسم بالله، ان لو قلتم اني انا اللي درت الزلزال، انا اللي ضربت الكعبه، لا اهتم، انا لا يهمني ذلك. انا اعرف انه من هو خير مني مليون مره، قيل فيه ما هو اسوا مني مليون مره، رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، قيل فيهم ما ليس له حدود. لن تسكتوني الا عندما يسكتني الله، عندما يتوقف هذا القلب حينها ساسكت، لكني لن اسكت. نحن ننتصر او نموت، والله لن اسكت انا واخواني وكل الشرفاء الجزائريين، وما انا الا واحد بسيط منهم. لن نسكت في محاربه هذا الاجرام، في محاربه الذين حولوا الجزائر اللي كانت تملا العالم، اللي كانت تملا الدنيا بمواقفها وبثورتها، حولوها الى بلد المجازر، حولوها الى بلد الاستبداد والفساد والسرقات والرشاوي والعهر، حولوها الى ان الناس لا تاكل من المزابل، حولوها ان ربع الجزائريين يحتاجوا القفة في رمضان باعترافهم هم، حولوها الى التسول، حولوها الى خردة السلاح الروسي والصربي والاسباني والفرنساوي والبريطاني والايطالي، خردة حولوها الى جحيم، الى سجن كبير، حولوها الى اننا اصبحنا احنا الاخر في كل شيء، احنا الاخر في العلم، واحنا الاخر في التربيه، واحنا الاخر في، حولونا الى 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 حيوانات، نقتلوا بعضانا على جل تليفون موبايل، نقتلوا بعضانا على جل 100,000، نقتلوا بعضانا على جل، حولوها الى ان شباب، مئات الالاف من الشباب ما عنده لا قرايه لا امل امامه، ملايين لا يجدون شغل، طلعين قبل ايام كلام فارغ يقولوا انهم ان خلقوا مليون و92,000 منصب شغل، وقبل 6 شهور قالوا انه عدد العاطلين 1,072,000. اي عبثيه هذه؟ والله خاصنا درك نجيبوا احنا ربما نعود احنا نجيبوا المهاجرين العمال باش يشتغلوا عندنا. حولتوا الجزائر، كذبتم وسرقتم ونهبتم وقتلتم، ومازلتم حتى الليبيين ما كنتوش تاركينهم، خلوهم خذوا موقف حيادي ما بين الباطل والحق، بدل ما دعمتوا القذافي الى اخر لحظه، والان تجوا طالبون بمحاربه القاعده، حاربوا انتم القاعده. الجيش الجزائري فيه 350,000 عنصر، والشرطه 200,000، والجدارميه 160,000، وعشرات الالاف من الميليشيات، هذون اكثر من 700,000، ايش عملتوا بالقاعده؟ القاعده هم انتم.